كاميرا مراقبة مثبتة على مبنى بتركيا تكشف جريمة مروعة ارتكبها مواطن سوري في تركيا. الكاميرا التقطته يحمل جثة زوجته على كتفه ملفوفة بقطعة قماش ويخرج بها من مبنى بعد أن قتلها ثم رماها في صندوق النفايات. الرجل يسكن في ولاية عنتاب الجنوبية على حدود سوريا، وزوجته الضحية عثرت عليها الشرطة ملقاة في حاوية قمامة لا تبعد إلا بضعة أمتار عن شقتها. كما أظهر فيديو آخر عمال النفايات وهم يقفون عند صندوق النفايات قبل أن يتم إخراج الجثة ونقلها إلى مستشفى حكومي في عنتاب لتشريح الجثة. مواقع إخبارية تركية قالت إن الضحية أم لثلاثة أطفال، قتلها زوجها طعنا بالسكين ومن ثم رماها بالنفايات وتوارى عن الأنظار قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه، فيما أعلنت الشرطة أن التحقيقات ما زالت جارية ولم تعلن حتى الآن عن أسباب هذه الجريمة.